مشاهدينا أهلا وسهلا بحضراتكم. مجالات تنموية متعددة وباستثمارات ضخمة في جميع القطاعات تشملها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2024-2025 تستهدف بشكل رئيسي النهوض بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والتوسع في الانفاق في المجالات الخدمية مثل الصحة والتعليم والبحث العلمي. وترتكز ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأساس على تحسين مستوى معيشة جميع الفئات الاجتماعية بتوفير التعليم الجيد والتدريب مع إتاحة تأمين صحي مناسب، وأن يتمتع جميع المواطنين خاصة شرائح المجتمع الأكثر احتياجا والفئات الأولى بالرعاية بجميع الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية، مع ضمان حصولهم على الفرص ذاتها في الوصول إلى جميع الخدمات العامة. وتتضمن محددات الخطة التركيز على مشروعات التنمية البشرية من صحة وتعليم واستحقاقات رؤية مصر 2030 المحدثة ومراعاة تدبير الاستثمارات المطلوبة للمشروعات المتوقع الانتهاء منها والتركيز على المشروعات التي تخطت نسبة تنفيذها 70% فضلا عن مراعاة أثر الظروف الاقتصادية على ارتفاع تكلفة الاستثمار العام. كما تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2024-2025 على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأولى بالرعاية ومراعاة التوزيع الكف للاستثمارات العامة على مستوى المحليات وفقا للمعادلة التنموية التي تأخذ بعين الاعتبار الفجوات التنموية بين المحافظات، علاوة على تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة الرامية للارتقاء بالأحوال المعيشية للأسر الريفية. مستهدفات الخطة على مستوى المتغيرات الاقتصادية الكلية تشمل تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي في حدود 4.2% في عام 2024-2025، كما يتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 17.3 تريليون جنيه بنهاية الخطة مقارنة ب 13.9 تريليون جنيه في العام السابق، وبقيمة تقدر بنحو تريليون جنيه. تستهدف خطة العام المالي الجديد تنفيذ استثمارات عامة، حيث تم تخصيص نحو 496 مليار جنيه استثمارات حكومية بنسبة 50% من جملة الاستثمارات العامة. يتركز الجزء الأكبر منها في مجال التنمية البشرية، كما تشمل توجيه استثمارات عامة قدرها 268 مليار جنيه لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى بما يعادل 27% من جملة الاستثمارات العامة. وفي مجال الصحة يقدر حجم الاستثمارات العامة بنحو 68 مليار جنيه في خطة العام المالي الجديد بزيادة قدرها 50% مقارنة بالعام الحالي، بحيث تهدف الخطة إلى تعزيز إتاحة الخدمات الصحية من خلال زيادة معدلات إتاحة الأطباء ومعدل إتاحة الأسرة في المستشفيات، مع توجيه اهتمام خاص بتطوير وتعميم قطاع الرعاية الصحية الأولية وبأقسام الطب الوقائي، فضلا عن مواصلة التنفيذ الفاعل للبرنامج القومي للتأمين الصحي الشامل في باقي محافظات الجمهورية. كما تستهدف الخطة توجيه استثمارات الأنشطة قطاع الزراعة والري بقيمة 179 مليار جنيه و85 مليار جنيه استثمارات مستهدفة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و136 مليار جنيه استثمارات في قطاع البترول والغاز الطبيعي و186 مليار جنيه استثمارات عامة لأنشطة التنمية العمرانية. مشاهدينا، كان هذا استعراضا لأبرز ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2024-2025 والتي تشمل النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين سعيا للارتقاء بمستوى معيشتهم. شكرا على حسن المتابعة.